بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو جديد هجاوب فيه على سؤال ناس كتير بتقول. احنا اتفرجنا على فيديوهات على سيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، ولكن ستيل احنا مش فاهمين الميتا اناليسز او سيستماتيك ريفيو. خليني اقول لكم بس حاجه بسيطه كده عن السيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسز، وهو ان السيستماتيك ريفيوز دي سهله تعلمها. الميتا اناليسز الفكره كلها ان هي لما تيجي تتفرج على الشروحات بتاعتها من المحتوى الانجليش، لان مفيش محتوى عربي كتير بيغطي الموضوع ده، هو بيتكلم عن حاجات زي الكونفيدنس انترفال، بيتكلم عن حاجات زي السامبل سايز، بيتكلم عن حاجات زي المين والستاندرد ديفيجن، بيتكلم عنها بمنطلق ان الناس فاهمه الحاجات اللي زي كده. فمهم علشان اصلا تبدا تتعلم الميتا اناليسز، مهم انك تعرف شويه حاجات بيزكس في الاستاتستكس. واحنا اتكلمنا في سلسله كبيره عندنا على القناه اسمها باي ستاتستكس 101، اتكلمنا عن اساسيات الباي ستاتستكس او اساسيات الاحصاء، لان كلمه ميتا اناليسز معناها ان في حد اصلا اوريدي عمل اناليسز، واحنا بنعمل لها ميتا اناليسز، اي ما بعد الاناليسز ذات نفسها. وبالتالي لازم تكون فاهم شويه بيزكس من الاستاتستكس علشان تبدا انك تتعلم الميتا اناليسز. طيب، من ضمن الابروتشز الثانيه اللي انت تتعلمها في الميتا اناليسز انك تختار سوفت وير او برنامج تستخدمه علشان تعمل بيه الفورست بلوت. الفورست بلوت ده هو بكل بساطه هي الميتا اناليسز. ففي برامج كتير، في ريفمان، في اوبن ميتا اناليست، في اس بي اس اس، في ستاتا، في الار، في برامج كتيره جدا بتتيح ليك انك تعمل الفورست بلوت، وجاموفي حتى بيعمل حاجة زي كده. فمثلا احنا شرحنا فيديو على القناة بتاع الريفمان، تقدر تشوف الفيديو ده وبالتالي هتشوف ايه هي الداتا المطلوبة منك في الريفمان ذات نفسه. يعني على سبيل المثال لو انت اخترت continuous داتا هيقولك هاتلي المين والستاندرد ديفيجن والتوتال، فتبدا انك وانت بتعمل الداتا اكستراكشن تحط في الحسبان انك تطلع الداتا دي علشان تستخدمها في الميتا اناليسز بتاعتك. فمره مع الثانيه مع الثالثه هتفهم ايه هي الداتا المطلوبه علشان نبدا ان احنا نعمل بيها اناليسز بشكل صحيح. مع الترايل اند ايرور هتلاقي الامور واضحه ان شاء الله، والقناه عليها كم من المحتوى ان شاء الله هيكون مفيد وعنصر مساعد ليك جدا. ولو احتجت اي مساعده تقدر تبعت لنا على الويب سايت وتكتب في الكومنتس الاسئله اللي عندك. اشوفكم فيديو تاني، سلام عليكم.